مصنع تشويس هو مصنع تابع لقسم مستحضرات التجميل. المنتج الأساسي له اللي هو المحارم المبللة اللي بتستهدف الأطفال حديثي الولادة بالدرجة الأولى، خصوصاً إن البشرة تاعت الأطفال الصغار هي عبارة عن بشرة حساسة تحتاج لمحارم مبللة بكواليتي وجودة عالية جداً. فالشركة تنتج منتج بينافس الماركات العالمية، تم عمل دراسات عليها من قبل خبراء عالميين معتمدين. الشركة هي الشركة الوحيدة في فلسطين اللي هي حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة كشركة منتجة للمحارم المبللة، زائد حصلت كمان على ترخيص تصدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وفي بداية 2018 حصلنا على شهادة الآيزو 22716، هو الآيزو اللي له علاقة في مستحضرات التجميل، بيهتم بالدرجة الأولى بالهايجين اللي هو الصحة والنظافة في المنشآت الصناعية. المصنع مساحته حالياً حوالي 1500 متر مربع. عدد العاملين بالوقت الحالي 12. فمتوقع انه لما احنا نوصل لنظام الثلاث شفتات نوصل لعدد حوالي 50 على الاقل، بما في يعني بين عاملين واداريين. راح نعطي فرصه لذوي الاحتياجات الخاصه اللي هم الديسابلز. جودة الماكينه عاليه جدا، عشان هيك احنا كانت الدراسه انها تكون 80% للتصدير. قدرتها الإنتاجية تتراوح بين 50 باكيت إلى 100 باكيت في الدقيقة. يعني نحكي عمالنا يومياً لو بدنا نشتغل إحنا 3 شفتات 24 ساعة بنقدر نعمل 6000 كرتونة. الزبون لما يدخل على السوبر ماركت يدور عليه بالاسم. هذه مرحلة جديدة إن شاء الله، إنها المرحلة اللي بعديها اللي هي إنه إحنا نعمق هذا الاسم ونعمل منتجات كواليتي أعلى، زي بتضاهي او حتى تتفوق على منتجات العالميه مثل هاجيز وبامبرز. وانا هذا الحكي احنا جديين فيه.